إذن دبي على موعد مع نظام مستقبلي للنقل، وحدات دبي المعلقة نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي يمتاز عن وسائل النقل الأخرى ذات السعة نفسها باستخدام مساحة أرض أقل 100 مرة وكفاءة استخدام الطاقة الذي يقل إذن بمقدار 5 مرات عن المركبات الكهربائية وبنية تحتية أقل 10 مرات. لهذه الوحدات نموذجان، الأول هو يوني بايك ويمتاز بصغر الحجم وخفة الوزن ويتحرك عبر عجلات فولاذية على سكك معلقة وتبلغ السرعة القصوى للوحدة 150 كيلومترا في الساعة. تتراوح سعة كل وحدة من هذه بين راكب واحد وخمسة ركاب وتستطيع نقل 20,000 مسافر في الساعة. النموذج الثاني هو يونيكار، يساعد على رفع انسيابية التنقل من خلال إنشاء شبكة عالية الارتفاع تصل بين الأبراج الشاهقة، وهو مصمم لنقل الركاب لمسافات 200 كيلومتر بسرعة 150 كيلومترا في الساعة. تتراوح سعة هذه الوحدات بين راكبين وستة ركاب، فيما تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 50,000 راكب في الساعة.